السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية. مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم أثاث الثقة. كما كل يوم دائما بغرف النوم الجميلة، اليوم عودة ولات لنا لا شومبر ميلكا اللي راهي في الكاتبورت واللي مخدومة كامل اون بوا اتر. نخليكم مع هذه اللمحة، وقبل ما نبدأ في الشرح تاعها ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفي الفيسبوك خوتنا، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل الجديد. بعد ما ضربتوا لي هالمحا خوتنا راح نبداو لكم في الشرح تاع هاد لا شومبر كيما راكم تشوفوا. نبداو باول قطعه اللي هي لا غاردروب. كيما كل يوم لا غاردروب تاعنا راهي فيها 4 بورت كوليس، صون الشكل الخارجي تاعها راهو بزاف شباب كيما راكم تشوفوا، خدمه تاعها بزاف متقونه. نزيدو نروحو نشوفو لي ديتاي خوتنا ونبداو بهاد لو موتيف. شوف الله يبارك خدمه تاعو، موتيف اللي راهو كامل بالفلامي كيما راكم تشوفوا، خدمه ما شاء الله. درنا لكم هاد لي دو تري كامل بالفلامي كما راكم تشوفوا، ما من تحت رب الموتيف هذا خاوتنا. شوفوا الخدمه بزاف شابه، درنا لكم هاد لو بواني اللي راهو بزاف طوندونس. لو مونطون المونطون تاعنا راهو بيان فيني خاوتنا. شوفوا الله يبارك الخدمه. بالنسبه لي ميروار اللي في الوسط درنا لكم هنايا بالفيمي كما راكم تشوفوا، ها اون كادري كامل بالفيمي. توجور كوب 45 في الاطراف خاوتنا كيما راكم تشوفوا، وفي المرايا راهي كامل بلانسيزيون راكم تشوفوا خاوتنا، راهي كامل بلانسيزيون، يعني المرايا تاعنا راهي في البلان، يعني ماشي سهله باش تتكسر خاوتنا. كيف كيف بلي بواني في الاطراف خاوتنا، في الباب لي على الجهه اليمنى كذا مثليها خاوتنا. يعني لا غاردروب فيها 4 بورت كوليسونت، 2 بورت ابانو و 2 بورت افيك ميروار خاوتنا كيما راكم تشوفوا. الشكل الخارجي تاعها بزاف شباب، لو با تاعها راه مرفود على الارض. هاو ليكم بلي بي كامل اون بوا اتر. هاي ليكم لو تاعها مخدوم بزاف شباب كيما راكم تشوفوا، خدمه ما شاء الله. هذا هو الشكل الخارجي تاع لا غاردروب، نتمنى يكون نال الاعجاب تاعكم. نزيدو نروحو نشوفو التقسيم الداخلي تاعها، ونبداو دائما بالجهه اليسرى. شوفوا الله يبارك الخدمه. هاي ليكم عندنا توجور كاتيطاجير يعني خمسه دفات كيما راكم تشوفوا لا فينيسيون من الداخل ومن برا. هاي ليكم خاوتنا نقرب لكم الصوره باش تشوفوا، خدمه تري تري بيان فيني. هاو ليكم خاوتنا هنا توجور بالاليمنيوم، يعني لا فينيسيون حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. هذا على الجهه اليسرى. نزيدو نروحو نشوفو الجهه الوسطى، يعني في الوسط كيفاش راهي مخدومه خاوتنا. هاي ليكم في الوسط كيفاش راهي مخدومه، توجور هرايا تركيا اوفرتشر افي غليسير خاوتنا كيما راكم تشوفوا. التقسيم الداخلي راهو في الوسط راهو بزاف شباب كيما راكم تشوفوا، عندنا كاتيطاجير صغار منا هام ليكم، وعندنا سيباراسيون كيما راكم تشوفوا، ايطاجير واسع وكبير من الفوق، وهنا درنا لكم اسباس بور لا ترانغ خاوتنا كيما راكم تشوفوا. هاي لي هنا وين تعلقوا لا ترانغ تاعكم باش تعلقوا لي غوب ولي كوستيم خاوتنا، خدمه بزاف شابه. بالنسبه للجهه اليمنى كذا مثله راهي فيها كاتيطاجير كيما راكم تشوفوا. هاي ليكم كاتيطاجير يعني خمسه تفات. لا غاردروب اللي راح ترفد لكم حاجة ما شاء الله خاوتنا، توجور راية تركية اوفرتشور افي غليسيير بزاف شابة خاوتنا. هذه هي لا غاردروب تاعنا خاوتنا، نتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم. نروحو للجزء الذي لا يتجزأ من لا شومبر وهي لو لي. لو لي توجور نخدموه في الامات 90 على 1.60 متر كما راكم تشوفوا، خدمه تاعو كامل شابه. الحاجه اللي نلاحظوها هي انه ماروش فيه الكابيتوني، لانه عودناكم على لي شومبلي لا تيت دو لي تاعهم فيهم الكابيتوني، هذه ماراش فيها الكابيتوني، راهي كامل
اون بوا ات. شوفي شوفوا لا تيت ديال الخدمه ما شاء الله توجور هذاك لو موتيف لي نسيبو في لا غاردروب راح نسيبو هنا في الكروندوسي خدمه ما شاء الله توجور بالفلامي. ها ليكم خاوتنا هنا في الاطراف لي كوب 45 كيما راكم تشوفوا الفيناج تاعها بزاف شباب خاوتنا كيما راكم تشوفوا لا كولور هذه راهي في الميال بزاف بزاف شابه خاوتنا تاع لا شومب ميلكا لو بيتي دوسي خاوتنا كذا مثليه راهو كامل اون بوا ات خدمه بزاف شابه توجور لو لي مرفود على الارض بدي بي بزاف شاب مي خاوتنا. هذا هو لو لي نزيدو نروحو نشوفو لا طاب دو نوي. شوفوا لا طاب دو نوي الخدمه تاعها خاوتنا هاي ليكم لا طاب دو نوي توجور دو تيروار مرفوده على الارض قاعده زجاجيه من الفوق توجور رايه تركيه اوفرتور افي غليسيال و سي لو كوتي خدمه تاعها ثاني شابه ومتقونه خاوتنا. هذه هي لا طاب دو نوي اللي خرجت متناسقه بزاف مع لا غاردروب و لو لي. نزيدو نروحو نشوفو اخر قطعه واللي هي لا كوافيز اللي خرجت بزاف شابه خاوتنا خرجت تحفه ما شاء الله. دوك نشرح لكم بالتفاصيل يعني شوفوا الله يبارك درناها لكم ستيل بزاف شباب خدمه تاعها ما شاء الله راهي فيها ان دو تروا تيروار سي لو كوتي وفيها تيروار واحد اخر في الكوتي لي ملهيكا ودرنا لكم هذا البورت ماكياج شوفوا الله يبارك خاوتنا شوفوا الله يبارك خدمه بزاف شابه خدمتها متقونه بزاف المرايه تاعها راهي اون كادري كامل اون بوات كيما راكم تشوفوا ما شاء الله خاوتنا هنا برايا تركيا هاي ليكم ما من الداخل شوفوا خاوتنا لا فينيسيون كيفاش هنا قاعده زجاجيه خدمه ما شاء الله. هذه هي لا شومبر ميلكا خاوتنا راهي عاودت ولات وبقوه نتمنى تكون نالت اعجاب تاعكم. السعر تاعها راهو 22 مليون و800 مع النقل والتركيب ل 58 ولايه. ودائما نذكركم بلو باك اللي دارته اثاث ثقه اللي فيه ماطلا دي 30 سيمي كوفري بوف بورتمونتو زوج مخايد مسند هذا كامل ب 3500. في الاخير انا واش بقى لي نقول لكم بارطاجيو معنا هذا لا فيديو ابوني معنا فلاش يوتيوب باش يلحقكم كل الجديد خاوتنا وفعلوا زر الجرس وما تنساوش الناس اللي معنا في الفيسبوك وماشي معنا في اليوتيوب يلتحقوا والعكس صحيح خاوتنا. انا ما بقى لي غير نقول لكم سلام.